شير البرزنتيشن نشوف الجراف او بتاع الدرار المسود بيبقى شكله عامل ازاي. شايفين البرزنتيشن دلوقتي؟ طيب لو جينا بصينا على الفيجر اللي على الشمال ده، شايفين البرزنتيشن يا شباب؟ شايفين شايفين. طيب دي الدرار ميثود الانفلكس اراوند الدرين كولر، اربطه هون الاسمبلي، وهيبدا بنفس الاوريجينال مود، يبدا يبامب اند الجاز ويل اكسباند تيل جيت تو ذا اوت فروم ذا هول، وبعدين الشاتن كيسنج بريشر تبقى ايكوال الشاتن دريل بايب بريشر. بص على الترند بتاع الدريل بايب جيج ده اللي هو البينك ده، هتلاقي انه من الفيرست سيركيليشن ويل هولد الاي سي بي الفاينل الانيشال سيركيليشن بريشر constant to the end for the first circulation. الكيسنج بريشر بيحصل لها ايه؟ بتبدا تزيد معانا نتيجه انه الانفلكس اراوند الدريل كولر، وبعدين تبدا تقل حاجه بسيطه لما الانفلكس يجي حوالين الدريل سترينج، تمام؟ وبعد كده بتبدا تزيد زياده كبيره جدا تحد الماكسيمم انكريزنج. الزياده دي بتحصل ليه في الانلس كيسنج؟ لانه الغاز بيبدا اكسباند في الانلس، يوصل ماكسيمم بريدنج للكيسنج بريشر عند الماكسيمم اكسبانشن لما الغاز يوصل عند التشوك. وبعد كده بيحصل ايه؟ بيبدا الغاز يطلع والمض يحل مكانه، فتبدا الكيسنج بريشر تدروب جرادولي لحد ما توصل للقيمه بتاعتها قد الدريل بايب فالف، تمام؟ دي الفيرست سيركيليشن. نيجي هنا للسكند سايكل، لو بصينا عليها هنا هتلاقي الدريل سترينج وستارت تو بامب الكيل مات، تمام؟ اللي هو اللون ده انسايد الدريل سترينج، فيبدا ايه الدريل بايب لحد ما يوصل الكيل مات تو ذا بيت. الدريل بايب ترند هنا هيبدا يروح من انيشال، ينزل من انيشال سيركيليشن بريشر تو فاينل سيركيليشن بريشر، يوصل له لما الكيل مات يوصل البيت، وبعدين وي هولد الدريل بايب بريشر كونستانت تل كل مد في الويل كله. طيب الكيسنج بريشر بيحصل ايه؟ وي هولد الكيسنج بريشر كونستانت في الاريا دي اللي كان بيتغير فيها الدريل بايب، لانه الكيسنج كانت وان فيز او وان فلويد اللي هو اوريجينال مد، وبعدين اول ما الكل مد يبدا يدخل الانرس تبدا الكيسنج بريشر تدروب جرادولي، انك بتملى الكيسنج بالكل مد لحد ما توصل تو زيرو فاليو ات ذا اند اوف سكند سيركيليشن، تمام يا شباب؟ طيب تمام واضح تمام لوحد. اوكي تمام. طيب بالنسبه بقى للسكند سيركيليشن، زي ما اتكلمنا قلنا الاي سي بي ايكوال اس سي ار بلس الشاتن دريل بايب بريشر، والفاينل سيركيليشن بريشر تبقى ايكوال الكل مد على الاوريجينال مضروبه في الاس سي ار، وبعدين بنجيب البريشر دروب، وفي الويت اند ويت هتبدا دايما تشوف انه عندك ثلاثه فيز. اول فيز اللي هو الكل مط والاوريجينال مط وموجود الغاز انسايد الويل بور، فانت في الحاله دي مفيش جنب فيهم هتعرف تثبته زي الدرار ميثود، علشان كده الكيس او الحاله دي احنا سميناها انجينيرنج ميثود. يعني ايه انجينيرنج ميثود؟ يعني ان انت بتفولو ستيب داون سكيدول او ستيب داون جراف. معايا يا شباب؟
معاك ايه؟ طيب فهنا احنا قلنا الاي سي بي بتساوي الاس سي ار بلس شوت ان دريل باي بريشر والفاينل سيركوليشن بريشر ايكوال الاس سي ار مضروب في كيل مات ويت ديفايدد باي اوريجينال مات ويت، وبعدين بنجيب الدلتا بي ايكوال انيشال سيركوليشن بريشر ماينس فاينل سيركوليشن بريشر all by 100 divided by string stroke يدينا ال pressure drop by 100 stroke from the string. وبعدين بنعمل حاجة اسمها step down schedule or graph. ال stroke و ال drill pipe هنا عند زيرو ستروك كانت القيمه قيمه الاي سي بي، ولنفرض ان هي فور اكزامبل كانت 600 بي اس ار. عند 100 200 قسمنا الستروكات على سترينج 300 400 ولنفرض دي كاباسيتي السترينج. هنا الدلتا بي فور اكزامبل كانت 50 بي اس ار، فهنا هتبقى كام؟ 550 وهنا 400. دي قيمة ايه؟ قيمة الفاينل سيركوليشن بريشر. فاحنا بنعمل ايه في الويت اند ويت؟ بنبدأ ستارت البامب برضو جرادولي 5 سبيم باي 5 سبيم holding shutting casing pressure constant till you go to the kill rate 30 سبين فور اكزامبل. وبعدين بنفولو بقى السكيدول ده، بنبمب الكيل فلويد فولوينج الستيب داون سكيدول ده. طول ما الكيل فلويد بيبدا يملى بارت من الدريل سترينج ماشيين بيه البريشر دروب ده. بس تيك ان كونسيدريشن ان انت لو قليت واحد بي اس اي بلو السكيدول ده يو ويل جو تو اندر بالانس سيتويشن. علشان كده بنحط برضو على السكيدول ده في كل ستيب حوالي 100 بي اس اي اوفر بالانس، عشان واحنا وي ار مانيبيوليتنج التشوب وي كنترول البريشر لحد ما نوصل الكيل مود يوصل للبيت، بنوصل لقيمه فاينل سيركوليشن بريشر. في اللحظه دي الدريل سترينج بقى 1 فلويد كيل مود اونلي. الانروس بقى فيه 3 فيز، لسه الغاز والاوريجينال والكيل مود هيبدا يدخل الانروس. في الحالة دي we continue pumping holding the final circulation pressure constant till the kill fluid reach to the surface. وبعدين نعمل شطن للويل وتشيك البريشرز المفروض يرى zero post gauges completely secure and kill الويل. دي الغرض من الويت and weight method، عشان كده اسمها engineering، علشان فيها calculation و step down schedule. في بعض الاسامبشن احنا عملناها في السكيدول ده. ايه هي؟ البير فرضناه ان هو فيرتيكال ويل وفي وان سترينج اونلي. يعني ايه وان سترينج؟ يعني وان سايز من السترينج. وما اهملناش السيرفيس فوليوم، يعني المية دي مية جوه السترينج غير المية بتاعت السيرفس لاين. بعد ما اخد المية بتاعت السيرفس لاين بعمل زيرو ستروك وابدا اضخ السكيدول بتاعي ده او فولو السكيدول. ليه هو بنقول وان سايز وفيرتيكال؟ لان انت لو عندك ديفييتد او هارلي ديفييتد ويل فيبقى عندك اريا فيرتيكال كيك اوف بوينت فيها، وفي اريا تانية ديفييتد، وفي اريا هوريزونتال. فكل اريا من دول هيبقى ليها حسابات سكيدول مخصص ليها. ولو انت عندك كمان تيبرد سترينج هيخلي هيخلي الكالكوليشن مور كومبليكيتد. مفهوم يا شباب؟ طيب من اللي احنا اتكلمناه ده ايه الميزه بتاعت الويت اند ويت؟ less time
One circulation. Less time for circulation. دي أكبر ميزة موجودة في الويت اند ويت ميثود only. لكن الدرينال ميثود بتتفوق عليها في مميزات كتير تانية. في ميزة تانية برضو للويت اند ويت ميثود، إيه هي؟ كيسنج بريشر ليس. بالظبط، الكيسنج بريشر ليس، لان الانرس لما يبقى فيه كيل مد هتخلي الكيسنج اقل كومبيرد ان انت في اوريجينال مد والغاز طالع انسايد الويل بول. طيب في ميزه بقى لو انت عندك هوريزونتال ويل اند يو نيد تو كيل الويل، تمام، انهي طريقه افضل لاستخدامها، الويت اند ويت ولا الدرينال ميثود؟ بس السؤال مرة ثانية. عندك horizontal well و shotgun well on kick، وبعدين انهي الطريقة افضل للاستخدام، ال wait and wait ولا drill method؟ كل horizontal well. والكل mod ready. يعني عندك ال two options. Wait and wait. Why wait and wait؟ Or don't circulate. Depend on the well situation. For me, as it go with the drill method to get the inflex out and the after. ليه برضو the طيب؟ ليه drill method horizontal well؟ ليه شايفها أفضل يعني؟ I think because the horizontal section maybe we have this how much the interval for horizontal this. Maybe migrate without make more inflex, more migration until we get in the deviated or build up section. هو في أي migration هيحصل للغاز في ال horizontal section أصلاً؟ Sure. لا ال migration هيبدأ يحصل vertical. لما يبدأ يطلع من ال horizontal section. Yeah, but will not stay in the bottom. Will migrate to build up. هو على اللو سايد وما لهوش vertical head. فعشان كده الكيسنج بريشر اصلا بتقرا قد قيمه الشوت اند دريل بايب بريشر من الاول ساعه الشوت اند. وما فيش اي مايجريشن بيحصل او اي افكت على البريشر بتاع الشوت اند كيسنج بريشر الا لحد ما الكل الانفلكس يبدا ياخد هايت ويبدا يخش الديفييتد او الفيرتيكال سيكشن. ساعتها يبدا يحصل بقى مور اكسبانشن والمايجريشن افكت يبدا يسمع معاك والكيسن بريشر تبدا تعلى. اوكي ان ذس كيس ويت اند ويت ميثود از بيتر بيكوز الاكسبانشن راح يكون الكيسنج بريشر ليس وذ ويت اند ويت. طب ما في الدرينر ميثود برضه هيبقى اقل برضه لانه مش هيحصل برضه اكسبانشن الا لحد ما الجاز بس في الكالكوليشن ما عنديش كل مود ويت بالفير سيركوليشن فراح يكون البريشر اعلى. طب الكل مود ويت يدينا ادفانتج اكتر يخلي السيرفس بريشر yes. اقل مش كده؟ يس yes. طيب خليني تمام. طيب دي وجهه نظر. خليني بقى اقول لك ايه الصح. دايما في الهوريزونتال ويل الافضل نستخدم الدريلر ميثود. ليه؟ لانها سمبل في الكالكوليشن بتاعتها. بمعنى ان انت محتاج تحسب بس او تسجل على الجيج لما توصل للكل ريت قيمه الاي سي بي صح؟ وبتهولد الاي سي بي كونستانت لحد ما الجاز اوت فروم ذا هول. يس. السكند سايكل محتاج تثبت الكيسنج بريشر اللي هي مقريه على الجيج كونستانت لحد ما الكل مط يوصل البيت توصل الفاينل تحافظ عليه لحد الكلمات اوت. لكن في الويت اند ويت اوكي انت عندك مور كومبليكيشن في الكالكوليشن. انت هتفولو ثلاثه سكيدول. سكيدول للفيرتيكال سيكشن لدلتا بي معينه لحد الطب بتاع الديفييتد وبعدين لحد الطب بتاع الفيرتيكال سيكشن. فعندك ثلاثه سكيدول. فلو انت عندك مس كالكوليشن او الكالكوليشن بتاعتك مش مظبوطه
خصوصا لو عندك في سكشن واحد في تيبرد سترينج يعني 4.5 و5 انش، هيحتاج كل واحد للسكشن لوحده دلتا بي معينه مخصوصه بالاستركات بتاعته. فانت خليت الكالكوليشنز مور كومبليكيتد، فممكن تجو اندر بالانس. واضح كلير. تمام، بس في نقطه بقى مهمه. تمام، هل ال 30 اس بي ام كان جيت الجاز اوت فروم ذا هوريزونتال سيكشن كفلوستي؟ هو الجاز بيبقى موجود ازاي في الهوريزونتال سيكشن؟ كده بيبقى موجود عند الطب بتاع اللوسايد، على الابر سايد. على الابر سايد. طب هل الابر سايد بالظبط، هل ال 30 اس بي ام قادر ان تبوش اول ذا جاز اوت فروم ذا هوريزونتال للفيرتيكال اصلا؟ لا، انا لازم نستخدم، لا اكيد نحتاج اكثر. اكيد ال 30 اس بي ام دي مش نف عشان تكريت تربلانس وتبدا تطلع الجاز اوت. ففي الحاله دي ساعات في الكيلنج بتاع الهوريزونتال ويل بيستخدم كيل ريت في الاول عالي اعلى من 30 علشان جاست تو جيت الانفلكس من من الهوريزونتال سيكشن، وبعدين يرجع يظبط ال 30 ثاني ويكمل كيلنج اوبريشن. اللي هي at least تديك annular velocity 100 foot per hour عشان to move the gas pocket out from horizontal section. تمام يا شباب؟ طيب في سؤال بقى مهم هنا، لو انت عندك ستيكينج بروبلم او ستاك بروبلم انهي طريقه افضل ليك؟ ستاك ايشو يعني. ها شباب، ستاك ايشو اكيد الويت اند ويت نوت مي prefer because it will give me more differential. So in this case I guess it is again also driller method. بالظبط، الدريلر ميثود تبقى افضل لو انت عندك مشكله ستاك سواء ديفرنشال او ميكانيكال. ليه؟ لان انت wait more time in static condition you will get stuck. لكن لو ما تشغل البامب from beginning في الدريلر ميثود بالاوريجينال مط، يبقى انت كده حاولت تقلل احتماليه حدوث الاستاك، ما تفقدش الهول بعد ما تخلص كيلينج اوبريشن. بس طبعا فور يور انفورميشن، لو انت بين حالتين استاك ولا كيلينج اوبريشن، لا يو ويل جو فيرست تو سولف الكيلينج اوبريشن، وبعد كده وات ايفر البروبلم يو كان سولف. او حتى لو انت فقدت الويل بس مش محتاج ان انت تو لوز البيرسونال لايف. يعني الويل كنترول مقدم على كل شيء. بالضبط، هو البريورتي بتاعتنا. تمام. طيب واضح يا شباب؟ في اي سؤال في النقطتين في التو كيلينج ميثود دول؟ طيب خلينا نرجع للبرزنتيشن نشوف شكل الجراف بتاع الويت اند ويت. ده شكل الجراف بتاع الويت اند ويت ميثود. لو جيت بصينا هنا في انفلكس في الانلس، بتبدا تضخ في الدريل سترين كل مات، والاخضر ده الاوريجينال مات. فاول ذا تايم عندك 3 فلويد انسايد الويل بور، هتلاقي هنا الدريل بايب بيحصل له ويفلو ستيب داون سكيدول. فالدريل بايب هيبدا دلتا بي دروبينج 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 فروم اي سي بي to final circulation pressure. امتى؟ لما الانفلا لما الكل مد ريش تو ذا بيت، وبعدين وي هولد الفاينل سيركيليشن بريشر كونستانت تل الكل مد ريش تو ذا سيرفيس. الكيسنج بقى بيحصل لها ايه اللي هو الازرق ده اي بي سي دي، هتبدا تزيد
علشان الانفلكس اراوند الدريل كولر او البوتوم هول اسمبلي ليه هايت اعلى، وبعدين لما يجي حوالين الدريل بايب هيبدا يقل شويه وبعدين يبدا يعلى تاني مع الاكسبانشن، يبدا يعلى اكتر ماكسيمم اكسبانشن والغاز نير تو ذا سيرفيس او عند التشوك، بعدين يبدا يضرب 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 والكل مض يملى الانرس لما الغاز اوت لحد ما يوصل للزيرو لما الكل فلويد ريتش تو ذا تشوك. تمام، تفصل بامب تلاقي بوست ريدنج الزيرو. دي هي الويت اند ويت ميثود جراف. في ادفانتج للويت اند ويت ميثود ان هي دايما بتديك ليس ريسك تو بريك. ليه؟ لانه دايما بتديك الكيسنج بريشر اقل. وفي حاله واحده بس للويت اند ويت تديك ان الشو بريشر تبقى اقل كومبيرد للدرر ميثود، لما الدرر سترينج فوليوم يبقى اقل من الاوبن هول فوليوم، فيلحق الكل مض يدخل الاوبن هول سيكشن قبل ما الجاز يبقى اوت من الشو، ما يطلعش فوق الشو. عند اللحظه دي بتبقى عندك هيفير هيدروستاتيك في الاوبن هول، يقلل لك شويه الشو بريشر. مفهومه دي يا شباب؟ كومبيرد بالاوريجينال مض يعني. لكن لو الكباسيتي بتاعت السترينج اكبر من الاوبن هول خلاص الجاز هيبقى اوت من الشو ولسه الكل مض ما لحقش ينتر الانرس، فهتبقى الاثنين قد بعض، مش هيبقى في اي ادفانتج. يعني هنا بنتكلم على الشو بريشر، لكن دايما الويت اند ويت ميثود بتديك سيرفيس بريشر اقل اللي هي الكيسنج بريشر، لان وجود الكل مض مع الجاز في الانرس بيقلل لك اكيد السيرفيس بريشر كومبيرد بي ان انت بتطلع الغاز بالاوريجينال مات. اوكي يا شباب، كلير؟ تمام. طيب واحنا شغالين في الكيلينج اوبريشن اكيد في بعض الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل والتحديات اللي ممكن تحصل في البول كنترول، ودي بتحصل في الريال تايم او الريال لايف، ودي بتحصل برضو كمشاكل هناخدها في السيميليتر تريننج او اكزام. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل ديورنج الكيلينج اوبريشن؟ ممكن تحصل مشكله ريليتد للداون هول او ريليتد للسيرفيس. لو بصينا من البدايه من البامب ممكن تحصل مشكله ايه، فيلير في البامب نتيجه ان البامب راننج فور لونج تايم، حصل فيلير في البامب اللي شغالين بيه. علشان كده احنا قلنا دايما بيبقى عندنا باك اب بامب واخدين لها قيمه الاس سي ار فاليو من البدايه. ممكن يحصل مشكله عندنا في السيرفيس لاين، بريك في السيرفيس لاين او ليك في السيرفيس لاين. ممكن يحصل مشكله عندنا في التشوك الناحيه الثانيه في الريتيرن، يحصل بلاجنج للتشوك بكاتنج جايه من الهول او بالكاتنج بتاعه المض، وتعمل بلاجنج للريموت تشوك. او ممكن تحصل ووش اوت في التشوك نتيجه الهاي فيلوسيتي بتاعت الجاز والكروجن، او كروجن نتيجه لو في اتش تو اس جاي بهاي بيرسنتج مع الفلو. ممكن يحصل مشكله في الداون هول، ممكن يحصل مشكله في الدريل سترينج، يحصل ووش اوت او هول، او يحصل للنوزل نفسها بتاعت البيت بلاجد اور ووش اوت او لوست. كل المشاكل دي بتديك انديكيشنز وانت شغال على السيرفيس، الجيجات اللي على السيرفيس الكيسنج والدريل بايب هتشو ريسبونس، يا اما هتضرب يا اما هيزيد، يا اما واحد منهم بس اللي هيزيد او يقل. الاوبريتورز هنا لازم يبدا يلاحظ كويس التشينج في البريشر ويبدا ياخد الكوركتيف اكشن علشان ما يحصلش مع المشكله انكريز في البوتوم هول بريشر فتكسر، او ريدكشن زياده في البوتوم هول بريشر فتاخد سكندري انفلكس. تمام يا شباب؟ طيب ايه الفيرست اكشن اللي المفروض اخدها لو حصلت مشكله؟ اول حاجه لازم تشط ان الويل على طول، وبعدين تعمل انفستيجيت واكشن للبروبلم. يبقى الفيرست اكشن دايما شط ان البامب كلوز للتشوك، يعني شط ان الويل.
وبعدين بنبدا نشوف الكوركتيف اكشن، نغير التشوك باك اب او نغير الباك اب بتاعت البامب باك اب وهكذا. طيب معظم المشاكل دي الكومن اللي بتيجي في الويل كنترول زي التشوك بوش اوت او التشوك بلاجن او المشكلتين. دايما اي مشكله بتحصل في التشوك هتسمع على طول في الكيسنج بريشر على طول، لانه الكيسنج بريشر موجود على الطب بتاع الانوروس اريا جنب التشوك. وبعدين بعد لاجنج تايم هتبدا تسمع في الدريل بايب كيج. ايه اللاجنج تايم ده؟ اللي هو رول اوف ثامب بيقول لك عشان تشوف ريسبونس في التغيير في الدريل بايب كيج لازم تقفل التشوك او تفتحه وتستنى 1 second per 1000 feet في الدايركشن الواحد. يعني لو عندي ويل 5000 قدم هستنى 5 second البلسيشن تنزل في الانروس وتطلع 5 second تاني لحد ما تسمع على الديج بتاع الدريب بايب. يعني تستنى 10 second. دي ابروكسيميتلي ممكن تزيد او تقل شويه حسب المضويت والفيسكوستي والديفيجن بتاع الويل. وطبعا دي محسوبه على مش الترو فيرتيكال ديبس، محسوبه على الميجر ديبس المسافه الحقيقيه اللي بيمشيها البلصات اللي انت بتاعت البريشر جوه المط. طيب فاحنا اتفقنا اي مشكله تروح في التشوك سمع في التشوك هتسمع في الكيسنج وتفولو الدريل بايب على طول، حطها قاعده. اي مشكله بقى ريليتد للدريل بايب فقط هتسمع في الجيج بتاع الدريل بايب والكيسنج بريشر ملوش علاقه، عشان تعرف تنفستيجيت البروبلم ان كوركت واي. طيب التشوك وشاوت يا شباب يعني ايه؟ يعني التشوك مهما تقفل فيه هو خلاص وشت اوت والفلو طالع بكميه كبيره. هيحصل ايه اول ريسبونس؟ الكيسنج بريشر تبدا تضرب، فتحت البير كتير على الفتحه اللي انت كنت عليها، فولو باي دريل بايب بريشر دروب. هيحصل ايه في البوتوم هول بريشر؟ هتضرب هي كمان، كل البريشر في البيره هتضرب. البيت ليفل التنكات اللي على السيرفس هتبقى كونستنت ثابته، مش هيحصل فيها تغيير. طيب لو حصلت شوك وشاوت اول اكشن هعمله ايه؟ شوف بامب. هتفصل البامب وتعمل ايه؟ هتقفل التشوك؟ ما التشوك خلاص باظ. لازم تعمل شاطين للويل زي ما احنا قلنا. هتقفل اي فالف قبل التشوك، الريموت تشوك. اسرع فالف ممكن يتقفل اللي هو الاتش سي ار فالف الموجود على التشوك لاين، عشان هو هيدروليك تشوك هيدروليك فالف. هتقوم قافل اتش سي ار، فانت كده عملت سكيور للويل. وبعدين هتعمل تشينج للباك اب ريموت تشوك لو عندك تو ريموت تشوك في على التشوك مانيفولد. واير ريبيرنج الفيرست وان. طب لو ما عنديش هعمل ريبير للريموت تشوك بعدين ابدا ريسيوم الاوبريشن تاني. خلي بالك ان مشكله الشوك وشاوت دي مرتبطه ان انت تاخد اديشنال انفلكس. ليه؟ لان البريشرز هيحصل لها دروب البوتوم هول بريشر، فممكن تنزل تحت الفورميشن بريشر تاخد سكندري انفلكس. المشكله الثانيه بقى عكسها، حصل تشوك بلاجنج وممكن البلاجنج ده يبقى كومبليت بلاجنج او بارشال بلاجنج. هيسمع ازاي؟ بالعكس هيسمع ان الكيسنج بريشر هت انكريز فولو باي دريل بايب بريشر انكريز، البوتوم هول بريشر هيزيد، البيت ليفل هيفضل ثابت. في الاكشن اللي هتعمله هتفصل البامب بسرعه طبعا عشان في بلاجنج، عشان كل البريشر في البير هتزيد. وبعدين مش وهتقفل الريموت تشوك، وده مش كفايه برضو ان كيس هتقفل اتش سي ار فالف. ليه؟ لانه ميبي وانت قافل التشوك يحصل، لو ما قفلتش الريموت تشوك يعني يحصل البلاجن يحصل له ريليز فور اني ريزون، هيبقى الويل كده كومبليتلي اوبن، فلازم تقفل الاتش سي ار فالف اللي قبليه. وبعدين تعمل ايه؟ تعمل ريبليس للريموت تشوك او تنقل على التشوك اللي هو الباك اب وتكمل بقى الاوبريشن بتاعك.
تالت مشكلة ممكن تحصل متعلقة بالسترينج فقط، واحنا قلنا أي مشكلة متعلقة بالدريل سترينج مش هتسمع في الأنرس في الكيسن. الهول ان ذا دريل سترينج، في هول هيحصل ايه؟ هتلاقي الدريل بايب بريشر بتضرب، الكيسنج بريشر ما فيهاش تغيير، البوتوم هول بريشر كونستانت، البيت ليفل اوكي. ليه قل الدريل بايب؟ في هول فخد شويه من الفلويد وبقت الاس سي ار فاليو مختلفه فالدريل بايب بريشر وقع منها. طيب ايه المشكله الثانيه اللي ممكن تحصل؟ ممكن يحصل لوسز معاه، عشان كده احنا قلنا من البدايه وي نيد تو مونيتور التانكات البيت ليفل. هتلاحظ المشكله ده اول ما تحصل، هتلاقي الدريل بايب بريشر والكيسنج بريشر بيقعوا، البوتوم هول بريشر بيقع، والبيت ليفل كمان بيقل معاك، التانكات عماله تقل بطريقه مش طبيعيه لو انت عندك لوسز. طبعا في حاجات كتير ممكن نعملها لو في لوسز، زي ممكن نضيف ال سي ام ماتيريال على السيستم، او قبل ما تضيف تقلل الاوفر بالانس اللي انت واخده او الترابت بريشر جوه الهول، عشان تحاول ان انت تعالج مشكله اللص او تقللها. لو انت قادر تحضر كلمات زياده وجو هيد واللصز يعني الكلم كوبريشن اوكي، لو مش قادر بعض الحالات بيقفل الويل سام تايم، ساعات الويل بيعالج نفسه بنفسه يعني، بتلاقي اللصص بدات تقل معاك جرادولي. طيب ايه المشكله كان ممكن تقابلنا؟ وان نوزل بلون اوت، يعني وان نوزل لوست من الدقات او البيت. المشكله دي متعلقه بايه؟ بالدريل سترينج، مشكله في الدريل سترينج. فهتلاقي الدريل بايب بريشر وقع، قال الكيسنج زي ما هي، البوتوم هول بريشر زي ما هو، البيت ليفل ما فيهاش مشكله. في الحاله بتاعتنا دي لو عملنا نوزل وشوت، ليه الدريل بايب بيقل؟ عشان الاس سي ار دلوقتي بقت قيمتها مختلفه، الفريكشن بقى مختلف. فالاس سي ار لما تقل الدريل بايب بريشر يقل، وزود اني افكت على البوتوم هول بريشر لان الكيسنج بريشر تفضل ثابته. لو انت شغال في الدرولر ميثود هتكمل عادي بالقيمه الجديده لحد ما تثبت وتكمل بيها. لو انت في السكيدول بقى الستيب داون سكيدول في الويت اند ويت، محتاج تفصل البامب جرادولي ومحتاج تعمل ريكالكوليت جديده للسكيدول بتاعك. ودي مشكله الويت اند ويت، لو انت خدت مشكله جوه السكيدول محتاج تعمل ريسكيدول ريكالكوليت السكيدول تاني. طيب العكس بتاع النوزل وشوت، نوزل بلاكت، هتلاقي بالعكس الدريل بايب بريشر بيزيد، الكيسنج تثبت، البوتوم هول والبيت ليفل يثبت. اخر مشكله ممكن تحصل ان البامب شت داون مره واحده، هتلاقي الاس بي ام بقت زيرو، الدريل بايب والكيسنج هيقع والبوتوم هول هتقع والبيت ليفل هيفضل زي ما هو ثابت. في الحاله دي هنقفل البامب ونقفل التشوك ونعمل لاين اب للباك اب بامب اند ستارت اجين او ريسيوم كيلينج اوبريشن. تمام يا شباب؟ دي معظم المشاكل اللي ممكن تحصل. طبعا during the simulation في مشكله واحده بس هتبقى لكل كانديديت هياخدها during الاكزام بتاع السيموليشن according للبوليسي بتاعت الاي دبليو سي اف. طيب خلينا شاير السلايد الوايت بورد تاني كده. شوف كده شوف كده معايا الاي سي بي هنا، لما جينا نشغل البامب دي الكالكوليتد من الكل شيت يعني، كانت ايكوال 400 بي اس فور اكزامبل. الاي سي بي الاكشوال لما ستارت البامب لقيتها 500 بي اس. انهي قيمه الادق وانهي قيمه اللي هشتغل بيها؟ دي اللي انا حسبتها على الورق، ودي لما شغلت البامب عن سيرت اس بي ام لقيتها. انهي قيمه هي الاصح الاول وانهي قيمه هشتغل بيها وليه الفرق ده؟
اصلا. الاكشوال بس امشي. هنشتغل بالاكشوال اللي هي عيني جت عليها ساعه البامب ما اشتغلت. دي اكشوال مش هكدبها يعني. طيب هنشتغل بدي صح؟ يس. طيب الفرق ده جه منين بقى؟ انا كنت بحسب 400 ليه اصلا؟ تمام انت ليش ده السيار قبل ما اخذه قبل يعني بالظبط مين فيت او تغير عندك بالمود ويت او بالبروبرتي؟ لا هو تغير في الدبس. لو افترضنا البارامترز كلها ثابته هو التغيير بتاعك حصل في الدبس. ليه؟ معادله الاي سي بي بتساوي الاس سي ار بلس الشوت ان دريل بايب بريشر. الشوت ان دريل بايب بريشر هتبقى كونستانت ما لهاش تغيير. المتغير الوحيد في المعادله دي الاس سي ار السلوب بامب ريت. لما حسبتها سي حسبتها عند دبس 4000 ادم ريكوردد وانا خدت الكيك عند 4400 مش هظبط يعني الدبس بتاع الكيك هو الدبس بتاع الريكوردد ففي زياده في الدبس فالاس سي ار عند الدبس اللي هتقتل فيه البير وقفلته اكيد هتبقى زياده هي ال100 بي اس اي دي جت في الاس سي ار ده المتغير بتاعه. طب هعمل ايه في الحالة دي؟ لو انت شغال بقى ترير ميثود يقول هولد الاي سي بي الجديدة وتكمل عادة في السيركوليشن. لكن لو انت في الويت اند ويت ولسه بتستارت البامب هتفصل البامب وتاخد القيمة الجديدة وتعمل ريسكيدول جديد. يعني ايه؟ يعني الاي سي بي 500 وهنا دي مثلا 300 فطلعت لك الاس ار الجديدة 200 تروح على الايكويشن بتاع الفاينل سيركيليشن بريشر تحط ال 200 تضربها في الكل مود ويت على الاوريجينال مود ويت جبت قيمه جديده جبت دلتا بي جديده هتعمل سكيدول جديد خالص تشتغل بيه. ما ينفعش اشتغل بالسكيدول القديم دي بقى عيب. عيب كمان السكيدول مور كومبليكيتد شويه لو حصلت لك مشكله في السكيدول نفسه قبل ما كل مود يوصل البيت يعني. تمام؟ واضح يا شباب دي؟ طيب. طيب. في طريقة بقى تفضل. ناخذ لنا ريست قبل لا تبدي. طيب ناخذ 10 دقائق لحد الساعه 12 ونرجع. ماشي 10 دقائق. اوكي يا شباب. مهند فضحتنا. مهند لا تتعارك ويا جهالك ومرتك والله فضحتنا. سوي ميوت محمد وليد. مهند راح يقتل مرته.
طيب شباب جاهزين؟ يس جاهزين ان شاء الله جو اهيد. طيب في طريقه كمان يا شباب اسمها طريقه الفوليومتريك ميثود. الحقيقه الطريقه دي از نون كونفنشنال ميثود لايك الدرر ميثود اند ويت اند ويت، يعني هي مش طريقه نقتل بيها الويل فروم ذا بوتوم باي بامبنج كيل فلويد، لا هي الطريقه دي اونلي ويوزد ان سام سبيشال كونديشن to control the migration بتاع الغاز in closed well. بدل ما الغاز كان بيطلع بالpressure بتاع reservoir or formation up to surface and is risky. هنا الطريقة دي we calculated volumes معين according to margin pressure معين، ليه حسابات بس هي مش الحسابات دي مش scope في الكورس يعني، وبناء عليها بنبدا نبليد اوف سام اماونت فروم مات فروم ذا شوك. المقابل لما تعمل بليد اوف هيبدا الجاز ياخد مكان او حيز المات اللي انت عملت له بليد، فيبدا يحصل له اكسبانشن انستيد اوف المايجريشن. ده افضل طبعا بالنسبه لي للسيرفيس بريشرز، فالكيسنج بريشر تبدا تزيد while holding the bottom hole pressure constant من السايد بتاع الدريل بايب سايد. لحد امتى؟ لحد ما الجاز يبدا يكنترول واي في المايجريشن تل اس ريتش تو ذا تشوك، قبل ما يوصل للتشوك وتبدا تبلد بقى في اللحظه دي غاز ويستوب الفوليومتريك ميثود في اللحظه دي. خلاص الفوليومتريك ميثود فينيش وانا سويتش لطريقه تانية اسمها لوبريكيت اند بليد. طيب اللوبريكيت اند بليد بقى بنضخ فيها كلمه في الحيز بتاع الغاز والغاز بنطلعه اوت فروم ذا هول. هل بعد الطريقه دي احنا قتلنا الويل فروم ذا بوتوم؟ الاجابه لا، عشان كده الطريقه دي اونلي كنترولد المايجريشن بتاع الغاز. تعال نشوف كده الفوليومتريك ميثود. What is the volumetric method? It is allow the gas to expand to the surface by bleed off calculated amount from the mud from the choke. وفي الحالة دي يا شباب بيسمح ان احنا نستخدم المانوال تشوك اللي موجود في التشوك مانيفولد in certain conditions زي الفوليومتريك ميثود to bleed off الامount دي فقط من المط equivalent لpressure معين احنا حاسبينه by holding the bottom hole pressure constant من الدريل بايب بريشر، لانه الكيسنج بريشر هتزيد مع الاكسبانشن بتاع الغاز في الاحوص. كيسنج بريشر allow to increase to compensate for the not bleed off from the well till the gas at the surface. Then we'll start to lubricate mud and bleed gas from the well. طيب ايه الكونديشن اللي احنا بنستخدم فيها الفوليومتريك ميثود؟ pipe of bottom يعني انت في bottom وفي gas problem, drill string or pit completely plugged مش عارف تعمل circulation, drill string is out from the hole مفيش string في الهول, wash out in the drill string فمش هينفع نكمل circulation في الwash out عشان ما نفقدش او lose the string من الهول, drill string has been cut and left in the hole, failure في الاكويبمنت زي فيلر في البامب فما فيش ريك بامب تو كيل الويل فروم ذا بوتوم، فبنستخدم الفوليومتريك ميثود تو كنترول المايجريشن بتاع الغاز. طيب نيجي بعد كده نتكلم على اللوبريكيت اند بليد ميثود. في اللحظه دي الغاز هنا الاصفر ده وصل عند البي او بي عند التشوك، هنيجي على الكيل لاين هنوصل البامب اللي احنا عملناها ريبير اللي هي المط بامب او سيمنت يونت، وبعدين نبدا نعمل ايه الاماونت بتاعه الفوليوم بتاع الغاز اللي كنا بنعمل له بليد اوف المط اللي كنا بنعمل له بليد اوف فروم ذا هول، نفس الاماونت ده بنبدا نعمل بامبنج انسايد كلوزد ويل في الكيل لاين،
ونبدا نسيب فتره اسمها لوبريكيت. يعني ايه لوبريكيت؟ فرق الدنستي، المض هيبدا ينزل تحت والجاز هو اللي هيبدا يصعد لفوق، فرق الكثافه. دي الستيج دي تقريبا بتاخد لها، ممكن تاخد لها مينيمم 15 مينت مثلا الستيب دي. وبعد 15 مينت ويتنج والبرشر بيحصل له بيلد اب، نبدا نبلد مقدار الفوليوم اللي ضخناه في البير ده، بريشرز بقى مكافئ للفوليوم بتاع الغاز اوت من التشوب. وممكن نستخدم هنا برضو المانوال تشوب. ريبيتد الستيب دي بتخلي الكل مض يملى الاريا دي والغاز يبقى كومبليتلي اوت فروم ذا هول. بعد ما نفصل البامب احنا كده لسه ستيل وي نوت كيلد الويل فروم ذا بوتوم، ستيل ذير سيرفيس بريشر على الجيج بتاعت الدريل بايب والكيسنج. احنا بس اتخلصنا من مشكله المايجريشن بتاعت الغاز اوت. Till we find solution للproblems بتاعتنا حسب نوع المشكلة، إن إحنا نحلها to come back to the bottom and kill the well from the bottom. ليه؟ لأن أنت لسه عندك original mud inside the well pour، فأنت كده still under balance situation. دي هي باختصار طريقة volumetric and lubricate and bleed method. واضح يا شباب؟ تمام. طيب في بعد كده حاجه اسمها ستريبنج بروسيدر. بنعمل امتى الستريبنج؟ لو احنا بولينج اوت فروم ذا هول وخدنا سوابت كيك وقفلنا الويل ولقينا الشاتن كيسنج بريشر اري فاليو، سوري الشاتن دريل بايب بريشر قد الشاتن كيسنج بريشر، في الحاله دي وي نيد تو جو تو ذا بوتوم تو كيل الويل فروم. فهي تعرفها الستريبنج دي بتنزل جوه الويل انكلوزد ويل، يعني بتبقى قافل التشوك وبتبقى قافل البي او بي او الانر بريفنتر. دي اسمها ستريبنج بروسيدر، رانينج بايب انتو شاتن ويل تو جيت الدريل سترين بلو ذا انفلكس اند سيركيليتد ات اوت. طيب لو احنا خدنا فلو واحنا طالعين تريبنج اوت او تريبنج ان، هنعمل ايه اول حاجه؟ فيرست اكشن انستول الفل اوبننج سيفتي فالف في الكومبوزيشن، ونربط الفل اوبننج سيفتي فالف ونقفله، يبقى انت عملت سكيور للدريل سترينج. وبعد كده نروح نفولو بقى الهارد او الشاتن بروسيدر. لو هارد هقفل البي وي وافتح الاتش سي ار واقرا الشاتن كيسنج بريشر، لو هو سوفت هفتح الاول الاتش سي ار وبعدين اقفل البي وي وبعدين اقفل ريموت شوك. طيب محتاج ايه تاني احطه على الدريل سترينج عشان اعمل ستريبنج؟ محتاج انستول الانسايد بي او بي النون ريتيرن فالف، تحطه فوقي يبقى نون ريتيرن فالف وان واي، وتفتح الفل اوبننج سيفت فالف بالكي بتاعته على الريك فلور، وتبدا تاخد كل ستاند رانن هول باك تو ذا بوتوم. كل ستاند بتملاه تملى السترنج من جوه، وفي نفس الوقت بعد ما تنزل بكل ستاند رانن هول ثرو الانر بريفنتر بتأدجست طبعا البريشر بتاع الانر بريفنتر تو ميك اونلي سيل، يسمح بمرور التول جوينت بعد اللوبريكيشن طبعا، ويسمح بمرور السترينج. كل ستاند بتنزله جوه الويل لازم تعمل بليد اوف للكلوزد اند ديسبيسمنت بتاعت البايب بتاعت الستاند علشان البوتوم هول بريشر بتاعك ما يزيدش. طيب الستريبنج دي نفسها ممكن نعملها ازاي؟ ممكن نعملها ثرو الانرال بريفنتر الباكنج جيلن بتاعت الانرال، وكل شركات في بوليسي معينه للستريبنج بروسيدر. الموضوع مش سهل في الستريبنج، في ناس بتعمل الانرال ستريبنج ثرو الانرال لحد بريشر شاتن كيسن بريشر فور اكزامبل لحد 1000 بي اس ار، اكتر من 1000 بيخاف على الرابر اليمنت وبيستخدم from fix to fix pipe ramp. ايه fix to fix؟ يعني 3.5 ل 3.5 4 على 4. ما ينفعش الفاريبل بايب رام نعمل عليه ستريبنج بروسيدر. طبعا ده بيزد على الويل بريشر والبوليسي بتاعت الشركه. في حاجه اسمها لونج ستريبنج اللي هو اكتر من 1000 ادم، وفي حاجه اسمها شورت اللي هي من مثلا اراوند 1000 ادم 1500 ادم، حسب الدبس هتنزله قد ايه والويل بريشر قد ايه
بتقرر هل انت والكونفيجريشن بتاع البي او بي بتاعك هل في فيكس باي برايم تو فيكس باي برايم ولا لا. وفي ساعات ناس بتعمله او شركات بيعملوه بتوين انالر وباي برايم مع بعض تمام. طبعا هنا احنا بنعمل ستريبنج وبنبلد الكلوز اند ديسبيسمنت اونلي لو الكيك بتاعنا اللي موجود ايه اويل او ووتر ما فيهوش اكسبانشن. لكن لو كمان بنعمل ستريبنج والانفلكس اللي في الهول جاز فالجاز هيبدا يميجريت فانا عايز كنترول المايجريشن بالفوليومتريك ميثود. في الحاله دي بنعمل ايه؟ بنعمل بليد اوف التو كالكوليشن. الكالكوليشن الاولانيه ريليتد للفوليومتريك البليد اوف بتاع المض عشان تحافظ على الكنترول بتاع الجاز مايجريشن, والفوليوم الثاني اللي هتعمل له بليد اوف نتيجه الرننج بتاعه البايب اللي هي الكلوزد اند ديسبيسمنت اللي هتعمل له بليد. فعندك تو دايما تريب تانك صغير وعندك حاجه اسمها ستريب تانك حوالي 10 برميل في بعض الرجز موجود. فبتعمل على كل تانك وبتقيس ولازم يبقى كاليبريتد الفوليومز اللي محتاج تعمل لها بليد اوف, لان انت لو عملت بليد اوف زياده you will go under balance ولو عملت في الاوبريشن دي بليد اوف اقل you will go over balance ممكن تكسر. عشان كده الستريمينج بروسيدر محتاجه خبره اكسبيرينس محتاجه كرو تريند كويس وفي نفس الوقت هي مش ايزي اوبريشن في نفس الوقت محتاج كالكوليشن كويسه جدا خصوصا لو انت عندك جهاز كمان في الهول. فانت هنا بتستخدم طريقه اسمها Combined Volumetric Stripping Procedure يعني الفوليومتريك شغالة مع الستريبين كالكوليشن والرننج ان هول لحد ما تبدأ توصل للبوتوم وهنا تبدأ تسويتش لواحدة من الميثود ويت اند ويت اور دريلر ميثود. لو جينا بصينا على السلايد هنا fill up الستريبين طبعا وpush and bleed off close in displacement through stripping tank. الكيسنج بريشر بقى اول ما تبدأ تنزل around الكيك أو الانفلكس هيبدأ ينكريز علشان يبدأ يبيك اب ويزيد للقيمة بتاعته الأوريجينال. If hold the constant that mean you open the choke bottom hole pressure will decrease. دي باختصار موضوع الستريبنج اوبريشن. هنا you bleed off volume equal to close end displacement لي small tank. واضحة شباب؟ تمام اوكي. بس هو بالستريبنج انا ما ذكر انه بالستريبنج المفروض السترنج يروح باي اتس اون ويت ما ذكرها. لا ده ديبند على حاجه ديبند على البريشر بتاعك قد ايه بتاع الويل. يعني انت لو عندك كل هيد بريشر مثلا 1500 الفورس اللي هتاثر على السترنج بتاعك وانت بتعمل ستريبنج قد ايه تضرب الكروس سكشن اريا بتاعت البايب في البريشر يديك فورس. لو انت السترنج ويت اللي هتنزل بيه مش هيعرف يتغلب على الفورس اللي جاي لك من الهول مش هتعرف تعمل ستريبنج طبعا. هو هاي انا اتذكرها انا قبل اسبوع انا اخذت البريفنتيف وورك كنترول مع شلمبرجر حسب شلمبرجر بروسيجر انه يقول لك دونت بوش انه السترنج لازم يروح باي اتس اون ويت. ولهذا انا بالي بالضبط بالضبط يعني هيبقى عندك وزن سترينج كافي انه يتغلب على البريشر بتاع الويل الفورس اللي جالك من البير. فهو هينزل تحت الوزن بتاعه لكن بينزل اراوند كلوزد انالر علشان تكنترول البريشر بتاع البير. لكن في حاجه تانية اسمها بقى مش ستريبنج اسمها سنابنج اوبريشن. السنابنج اللي انت بتتكلم عليه اللي احنا لسه كنا بنقوله ده لو السترنج بتاعك الوزن بتاعه مش كفايه عشان تنزله جوه الهول ونفرض ان انت كومبليتلي اوت فروم ذا هول وعايز تقتل ويل فانت عايز تعمل ستريبنج باك عايز تنزل اول جوينت ملهاش وزن معاك صح الفورس بتاع البير اقوى فاي هيحصل ايجكت البايب وهتطير قدامك هتعمل ايه ساعتها؟ هتعمل حاجه اسمها سنابنج بقى. سنابنج يعني رانينج البايب اندر فورس وتحط فورس عشان تتغلب على
اسمها snapping force على الفورس بتاعت الويل دي بتتعمل بحاجة اسمها snapping unit special snapping unit unit معينة اسمها snapping unit لما ساعات بيستخدمها في الورك اوفر او بيستخدمها على الريك فلور ساعات بنعملها ريجنج اب على الريك فلور عشان تعمل تو سناب البايب اندر بريشر لحد امتى بقى دي بروسيدر معينه ثانيه السنابنج اوبريشن دي لحد ما الويت بتاع السترينج يبقى ايكوال توصل لبالانس بوينت يبقى ايكوال للبريشر اللي جاي بيأثر على البايب في الهول في اللحظه دي السترينج ويت بيقدر يتغلب على الفورس بتاعت الويل هتتحول بقى من سنابنج لستريبنج اوبريشن اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي فهمت قصدي؟ ايه لا فهمك اصلا اكس ورك اوفر فاشتغل على سنابنج اصلا اشتغلت على سنابنج يعني تمام طيب تمام في اي سؤال تاني في النقطة في الجزئية دي طيب؟ طيب في ديفينيشن كمان اسمه الكيك تولرانس حد سمع عنه او حد يعرف ايه الكيك تولرانس ده طبعا ايه الكيك تولرانس بقى الفوليوم اللي مال انفلكس اللي كان بي هاندلد باي ذا ريج اور كرو تمام ده بيتحسب ازاي بيتحسب مع الديزاين بتاع الويل كل اوبن هول سيكشن كنت بتعملها ديزاين في الكيسنج او في البريشرز بتاعتها كان بيتعمل ديزاين لكل اوبن هول وانت بتحفرها ماكسيمم الاوبل اللي ممكن يسمح بيه كفوليوم للكيك خصوصا للغاز ان انت يو كان تيك ات اند سكسسفول شوت ان اند سيركوليتد الغاز اوت فروم ذا هول دي معناها سماحيه الكيك يعني اقصى فوليوم للغاز ممكن تاخده في الاوبن هول سيكشن من غير ما تكسر ديورنج الشوت ان او ديورنج السيركيليشن وغالبا لو انت سكسسفل الشوت ان ويل على كيك غاز هتعرف تطلعه بسيركيليشن سكسسفل اوتو لو اتبعت البروسيدر الصح دي هي اسمها كيك تولرانس ده تعريف الكيك تولرانس باختصار يعني هو اقصى فوليوم من الغاز ممكن تاخده في الاوبن هول عشان كده احنا دايما بنقول ايه كل هول ليه سماحيه معينه عشان كده يو نيد تو شوت ان ويل ايميديتلي وذاوت اني ديلي علشان كل ما تكبر كميه الانفلكس اصلا ممكن ما تقدرش تقتل ويل ما تقدرش تعمل شوت ان اصلا ما تقدرش تعمل كنترول يو ويل لوز الاوبن هول وممكن تخلي الويل كنترول بعد كده يبقى اسمها اندر جراوند بلو اوت مور كومبليكيتد عشان كده كل ما تقلل الانفلكس فوليوم كل ما البريشر على السيرفس تقل كل ما احتماليه البريك داون تقل كل ما الاوبريشن تبقى ايزي تو هاندل سمول فوليوم فروم انفلكس او غاز اوت فروم ذا هول عشان حته الاكسبانشن ده هو ده بيتعمل له ديزاين لكل اوبن هول سيكشن بيتعمل لها ديزاين لكالكوليشن للكيك تولرانس طيب بعد كده هنتكلم على حاجة اسمها التوب هول سيكشن خصوصا لو التوب هول بقى فيها هاي بريشر شالو جاز ايه هي البريكوشن اللي احنا بنعملها لما بنيجي نحفر التوب هول سيكشن يا شباب دايفرتر بنحفر التوب هول سيكشن بدايفرتر خصوصا لو عندنا شالو جاز اريا ايه كمان الدريلينج جريد بنعمل فيه ايه طيب في التوب هول سيكشن بايلوت هول بنحاول نعمل كنترول على الاروبي التوب هول سيكشن دايما عباره عن 200 قدم مثلا تحت الركف تحت السيرفيس تمام فالتوب هول ده بيبقى دايما ان كونسوليديتد فورميشن سوفت فورميشن جرافل ومارل والحاجات دي
فانت لو جيت تحفر التوب هول وخصوصا لو فيها شالو اكسبكتد شالو جاز، والشالو جاز ممكن تعرفه من السيزمك سيرفي يعني، يو نيد تو انستول دايفرتر فيرست. ولما تيجي تحفر دايما بتحفر بكنترول ار او بي علشان الكاتنج اللي في الانوس ما تبقاش لودد مور، ما تبقاش ما تعرفش تعمل كلين كويس للهول، فممكن تحصل لوسز اوفرلود على الفورميشن الضعيفه دي. ودايما لما بيجوا في الابار الجديده يحفروا بيحفر حاجه اسمها بايلوت هول. البايلوت هول عباره عن ايه؟ بدل ما بتحفر مثلا هول 30 قدم مثلا او 26، لا انت بتحفر هول 12 وربع، تنزل ببيت صغير جاست تو تيست الهول دي، هتديك كميه شالو جاز قد ايه، دي حاجه في الايفالويشن والبلاننج. وبتعمل كنترول ار او بي، بتحاول تضخ فيسكس سويب كفايه عشان تعمل كلين للهول، وبتحط فلوت فالف طبعا في السترينج عشان لو في شالو جاز الجاز ما يطلعش على الريك فلور من انسايد السترينج. لو عندك مشكله شالو جاز يول دايفرت الجاز اواي تو ذا فلير بيت اند بيرلت، ما بتقفلش على الشالو جاز طبعا، لان انت لو قفلت على الشالو جاز هيحصل بريك للاريا حوالين الريج اصلا، ويحصل بيرن يول لوز الريج والهول كلها. عشان كده الشالو جاز بتحط له دايفرتر عشان تو دايفرت الجاز اواي ان سيف ديستانس فروم ذا ريج. وطبعا محتاجين هاي سيركوليشن ريت، بنشغل البامب بهاي بامب ريت ورا الجاز تو جيت ذا جاز كومبليتلي اوت فروم ذا هول. علشان تقلل حته كمان السوابنج وايل بولينج اوت فروم توب هول ما يحصلش فلو، بتعمل بامب اوت وانت طالع، يعني بتشغل بامب وانت بولينج اوت فروم ذا هول تو كيب الهول فول وان يو دريلينج التوب هول. وبعد كده طبعا بعد التوب هول بتنزل السيرفس كيسينج، وبعد كده خلاص بتحط الستاندرد بي بي بتاعك العادي وجو اهيد بقى بتكمل دريل. دي بعض البريكوشن انت محتاج تعملها في الشالو جاز اريا انسايد الايه في التوب هول سيكشن او السيرفس. ماشي يا شباب؟ اوكي. طيب في كمان كونسبت عايزين نتكلم عليه او تعريف كمان اسمه الجاز هيدريت. ايه هو الجاز هيدريت ده يا شباب؟ حد يقول لي كده يشير معايا الاجابه، ايه اللي تعرفه عن جاز هيدريت؟ اعتقد هي بس انا اتذكر انا ناسي الهيدروكربون، الهيدروكربون يصير تجمد لل يعني شلون يصير جلي عاد شوك مانيفولد عاد شوك شوك مانيفولد اي بس هو شنو جل هيدروكربون يصير شلون البلاك، فلازم نسوي الانجكشن بالميثانول. تمام. عندك مشكله الجاز هيدريت دي بيحصل انه الجاز بيحصل له بيتحول لايس ميوكلاس كده او بيبات ايس، بتعمل بلوكج للسيرفس لاين او التشوك، او ممكن تحصل كمان داون هول يعني في البرودكشن فيز. في اربع عوامل مع بعض لو اتجمعوا يحصل فيه تكوين للجاز هيدريت. اول حاجه ريليتيف هاي بريشر، يعني نسبي ريليتيف لو تمبريتشر، وريليتيف هنا مش طرش ان اللو تمبريتشر تبقى الفريزنج بوينت، يعني في وجود الفيبر من الووتر او ميه وهيدروكربون جاز. لو كسرت ضلع من الاضلاع الاربعه دول هتمنع تكوين الهيدريت، لازم الاربعه مع بعض يتكونوا يكونوا موجودين. طيب وانا بعمل كيلينج اوبريشن، الريتين اللي راجع على التشوك بيبقى فيه جاز، بيبقى فيه فيبر من الووتر، وتبقى فيه طبعا فرايتي كبيره داون ستريم للتشوك خصوصا في اللو تمبريتشر وهاي بريشر. طب انا همنع تكوينه ازاي؟ هتضخ بقى ساعتها عشان تمنع الداون ستريم او في التشوك تكوين الجاز هيدريت، ويحصل بلوكج للريتين ويوقف الويل كنترول ويخليه مور كومبليكيتد. بتحط كنترول لاين ربع بوصه كده وواصل بدرام كيميكال ماتيريال اسمها انتي فريزنج ماتيريال او كيميكال، اللي هي الجلايكول والميثانول.
ده الاسم العلمي الميثانولوج لايكول والدنست بتاعته. وبتبدا تعمل ايه انجكشن سمول بامب بنيوماتيك بامب ليه في اللاين اب ستريم اللي تشوك عشان تمنع الفورميشن بتاعه الجاز هيدريت. طبعا في كذا حاجه ممكن تعملها، ممكن تزود التمبريشر لو في فلو لاين ولا حاجه تعمل هيتنج، يعني لو قدرت تقلل البريشر. ممكن كمان انجكشن للسولت ووتر يمنع تكوين الجاز هيدريت، لانه العامل الاساسي في حدوث الهيدريت الووتر اللي هي الفريش ووتر اللي هو سانيتي، فلما تزود السانيتي ممكن تتغلب على تكوين الجاز هيدريت. طبعا الافضل لنا ميثانول او جلايكول حسب المتوفر في اللوكيشن يعني، لكن بنفضل شويه الجلايكول عشان هو ليس توكسيك كيميكال يعني في التعامل معه. مشكله دايما الجاز هيدريت ان هو بيعمل بلوكج في التشوك، لو حصل مره واحده تشوك بلاجنج بالجاز هيدريت هيحصل ايه؟ يحصل انكريز في البوتوم هول بريشر، فممكن تكسر الويك بوينت اللي هي الشوك، فدي مشكله ايه الجاز هيدريت. طيب نقطه اخيره هنتكلم عليها في البي اند بي بارت قبل ما نخلصه، اللي هو ايه التايبس بتاعه السيفتي دريلز اللي احنا بنعملها على الريب سايت، ايه الانواع اللي انتوا بتعملوها او التايبس بتاعه البيت نفسها او الدريلز نفسه، وبتعملها كل قد ايه؟ نفس المكتوبات، البيت درول، تريب درول، شوك درول، دايفيرت درول، بي او بي درول، تريب درول، all these drill. وش تحس وفار فايتين وحاجات كتير يعني. تريب درول almost weekly. بيت درول almost weekly. شوك درول one time. شوك درول and تريب درول one beer well. One beer month, let's say, or one beer well. BO drill almost weekly. Any one more month of that trip drill? Choke drill and strip, strip drill. Ah, okay, okay. طيب هو مين اللي حط البوليسي بتاعت النمبرز دي بتاعت الدريلز دي؟ Client, normally client. الكلاينت هو اللي بيحط البوليسي. تمام. Yes. طبعا اللي بيحط البوليسي الكلاينت دي minimum number for drills يعني minimum number. لو انت ككمباني مان شايف ان انت محتاج مور تريننج للريسبونس بتاعت الكرو، يو كان جو مور ذان النورمال بروسيدور يعني، ليك حق في كده. وطبعا الكمباني مان والبوشر هو اللي بيعملوا ايفالويشن للكرو ريسبونس في ديورنج التريبز نفسها، ولازم الدريلز دي تبقى سايند دوكيومنتد وفايل كمان يعني، عشان لو في اي اوديت جه. والله تفضل استاذ هاني. أيوة. والله عندنا بطل كومباني مان، عندنا بطل هنا بمجنون بروجكت، عندنا يعني بطل سوبر هيرو اللي هو محمد وليد. تمام. اللي معانا بالكورس ما شاء الله. فهذا لما يكون بريك خلاص اطمئن. ايوه في ناس كده انت بتحط ثقتك فيهم يعني، بتبقى أيوة. خلاص الموضوع بتبقى عندك كده اطمئنان لللوكيشن ده دلوقتي. طيب هايل. الوليد مرات راضي يسوي دريل نسي تايز عنده ويل كنترول حقيقيه. بس اكشولي يعني انا اشتغلت على ريجز كتير، بشوف ناس بتعمل الدريلز ده جاست فور بيبر بصراحه يعني في بعض الاحيان، وفي ناس بتعمله فور يعني عشان يشوف الريسبونس بتاع الكرو. طبعا ده او ده ساعتها كده كده انت عندك بيبر انت عملت الدريل، بس ديورينج بقى الويلكم كنترول بصراحه هتواجه مشكله. اي ديبند اون ذا كرو يعني ذا كرو اف ذي هاف اكسبيرينس اند وي ويل فولو ذا بروجرام اند جاست وي دو ات از بير ذا كلاينت ريكويرمنت، بس اف ذا كرو از يو سيد اف ذا كرو نيد مور تريننج اند مور نو ات ويل بي ديبند اون ذا كومباني مان وي ويل بوش اند هي ويل try to increase the experience of the crew. تمام. يعني مثلا for example اشتغلت في أرامكو كنا بنعمل التريب والبيت تريل ده مرتين per week لكل crew،
عشان في عندك داي ونايت شيفت. البي او بي بتعمل كل اسبوعين كم. بس ارامكو as we end I know ارامكو is over الستاندر بتاعها اوفر شويه في السيفتي. طب الدايفرتر مثلا كل الدريلز دي يا شباب لازم تتعمل انسايد الكيس دور. دي جنرال رولز كده يعني ما ينفعش تعمل في الاوبن هول. طب اللي عندك مثلا التشوك والدايفرتر بتعمل مره في عمر البير, والتشوك بالذات بيتعمل قبل ما تحفر الشوت تراك. يعني تبدا تحط بريشر في البير وتبدا تشوف الكروز زي ريسبونس اجينست التشوك ادجستمنت او كده. الدايفرتر بتعمل مره في عمر البير برضه لما تحط الدايفرتر. كل التريننج دي بتتعمل تو انشور ان الكرو كان اكت فاست ديورينج بقى الاكشوال كيس. يعني فلازم وي شود ميك الدريلز اند مونيتورينج باي كمباني مونيتور بوشر. ذس از سيناريو او سيميوليشن ان كيس اوف ريال سيتويشن. تمام يا شباب؟ طيب في اي سؤال من حد النقطه دي؟